هذا الصالون الثامن للفنون التشكيلية تحت شعار بصمات فنية بألوان وطنية الذي نظم من طرف دار الثقافة أبي راس الناصري الفترة ما بين 10 إلى 13 منه. عدد المشاركين لهذا الصالون حوالي 10 فنانين. تنوعت اللوحات من لوحات زيتية طبيعة، فعلا كان المعرض متنوع. نشكر جميع الفنانين على هذا الإنجاز العظيم.